اهلا بكم بكل متابعي جريده الوطن في كل مكان، معاكم ريهام مصطفى. احنا دلوقتي معانا محمد التميمي اللي حصد المركز السابع على مستوى الجمهوريه في الثانويه العامه 2023. محمد ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. اوصف لنا كده شعورك يا محمد. هو الصراحه كان طبعا شعور رهيب، بس كان متداخل مع بعضه لان ما كنتش موجود في البيت ساعتها، فكان يعني شعور رهيب جدا الحمد لله. يعني عرفت النتيجه ازاي؟ مكنتش مع والدي، هم اتصلوا على والدي وبعد كده بابا يكلمني، انا كنت في مشوار فقفل واخد واحد بقى ماشي في الشارع مش عارف انا بعمل ايه. طب لما والدك قال لك على النتيجه اوصف لي، انا عايزه انت. هو ما قالناش نتيجه، هو قال لنا انتوا من الاوائل. فلو احنا طب انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا جد؟ يعني الموضوع طبعا موضوع يعني مشاعر بتبقى متضاربه في بعضها جامد وكده. كانت طقوس المذاكره بتاعتك ازاي؟ كنت دايما بصحى من بدري، وكنت دايما بذاكر اول باول يعني اليوم بيوم على طول عشان ما اجلش حاجه عليا او اراكم حاجه. مثلا في اليوم كم ساعة كده يعني في على حسب بدايتي، يعني بدايه السنه غير نص السنه غير في ايام المراجعه وكده، فاهم؟ يعني مثلا ممكن من 6 ساعات وطالع على مدار البدايه ونص النهايه وبرده النص. ايام المراجعه طبعا محدش بيحسب وبيذاكر قد ايه وكده. طب انت حلمك ان شاء الله يعني ان شاء الله طب، ان شاء الله طب جراحه ان شاء الله. من قدوتك ومن مسك الاعلى؟ بابايا مثلي الاعلى. طب كلمه مع استاذ محمد، تحت امرك. وصف لنا كده شعورك استاذ محمد وابنك من اخذ الحصد المراكز الاولى في الثانويه. لا شعور لا يوصف طبعا، يعني شعور لا يوصف، يعني حاجه ربنا يخليه لنا يا رب، يحفظه لنا كده دايما يا رب. طب احكي لي كده حضرتك، لان انت اللي تلقيت النتيجه، حصل ايه؟ مدير مكتب الوزير كلمنا في الاول، فقلت له سيادتك مين؟ قال لي انا مدير مكتب الوزير. كنتش مصدق، والفرحة طبعا ما كانتش سيعاني. فبعدين قال لي خد كلم الدكتور رضا حجازي اهوت معاك على التليفون، فهناني طبعا وكده والحمد لله. وبعدين وكيل الوزارة انا كلمنا برضه الحمد لله، تمام الحمد لله. طيب ايه الاجواء اللي انت وفرتها لمحمد علشان يوصل للمرحلة دي؟ نصيحة يعني. لا هو محمد ما شاء الله يعني طول عمره ان هو مثلا كان بيطلع الاول في ابتدائي وفي اعدادي وثانوي، فيعني كنا برضو متوقعين كده، يعني مش يعني حاجه بعيده، لا احنا كنا متوقعين بس يعني كنا خايفين. الحمد لله الحمد لله. طب هل مثلا هتحضر هديه مفاجاه لمحمد، اي حاجه كده؟ لا ان شاء الله ديت بقى بيني وبينه كده. ان شاء الله باذن الله. طب يعني برضو وانت حضرتك رايح هناك للوزير ورايح تتكرمه ان شاء الله، يعني احساسك ايه كده؟ انا عايزك توصف لي الاحساس. هتقولي احساسك وبعدين احساس محمد. لا احساسي انا؟ لا الحمد لله ان هو جاب كده وخلاص الحمد لله حبيبي. انت يا محمد يعني بتتكرم كده عند الوزير؟ والله الاحساس محدش مش عارف اوصفه، يعني طبعا احساس رهيب، ويعني ربنا يكتبه لكل ما حد يستحقه، ربنا يسهل ان شاء الله لكل واحد، والدفعه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمها وكلهم يبقى اوائل ان شاء الله.